أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن عزم الحكومة الحالية حول تطوير مدينة أور الأثرية. وشفنا احنا قبل فترة يعني الاهتمام العالمي بهذه المدينة، وخصوصا بعد زيارة البابا للعراق. وحتى نتكلم أكثر في هذا الموضوع يعني بالاستوديو الباحث التاريخي الاجتماعي الدكتور جمال البزاز. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لهذه الاستضافة. شكرا لك. الجميلة، وإن شاء الله نكون الحسن المتلقي والمشاهد. شكرا جزيلا دكتور. اليوم في البدء مدينة أور الأثرية، نعم، اعطيني فد لمحة تاريخية عليها سريعة. طبعا مدينة أور هي واحدة من المدن الأثرية المهمة التي تقع جنوب العراق، وحقيقة هي تقع على مصدر مائي مهم هو نهر الفرات. زين. لأن أغلبية الحضارات العالمية تكون قريبة من مصدر مائي. صح. يعني تبحث بكل المدن هسه بالعالم او بدء نشوء الحضاره، تلقى نشوء الحضاره على مصدر مائي، اما يكون نهر، اما يكون ساحل بحر، اما تكون عيون ماء. فلذلك مدينه أور كانت من المدن التي نشات فيها الحضاره، وانطلاق الكلمه الاولى ايضا وتعلم الحرف الاول في هذه المدينه الكبيره في وقتها، وصاحبه الزقوره العملاقه. ونحن كنا على ذكر طاري هذه المدينه، كان احد علماء وعمالقه التاريخ القديم في العراق الدكتور المرحوم الدكتور فوزي رشيد رحمه الله، رحمه الله عليه. هذا واحد من علماء التاريخ القديم طبعا، واللي درسنا في الكليه موضوع تاريخ العراق القديم. وهنالك مصطلحان تطلقان على مناطق العراق القديمة، هي مصطلح وادي الرافدين ومصطلح ما بين النهرين. طبعا هذا كل مصطلح يختلف عن الآخر. وادي الرافدين يقصدون به منطقة العراق، أما ما بين النهرين فهي من المنبع حتى المصب، ما بين نهري دجلة والفرات. ووادي الرافدين تختص فقط بالعراق، وتدعى باللغة الأجنبية أو الإنجليزية الميزوبوتامية. ميزوبوتامية هي بلاد ما بين النهرين. بلاد ما بين النهرين. نعم، التي تنبع من المصب، مصبات نهر دجلة منبعان دجلة والفرات. في سوريا وحتى وتركيا. المصب. في تركيا، ومن ثم نهر الفرات يدخل إلى سوريا، ومن ثم يدخل إلى العراق. زين. وهناك ظن أنه نهر دجلة ينبع من تركيا ويدخل إلى العراق مباشرة، ولكن هذا خطأ شائع. صح. لأن هنالك جزء بسيط جدا من دجلة يدخل إلى الأراضي السورية. سورية طبعا. في منطقة فيشخابور، وبعد ذلك ينتقل إلى منطقة نينوى أو الموصل، ومن ثم يدخل إلى العراق. حلو. أنت رجل يعني باحث في الشأن التاريخي العراقي. نعم. برأيك شنو أجمل شيء في تاريخ العراق؟ بما أنه الحاضر مو كله جميل والمستقبل ما يبشر بخير، فشنو يعني لما الواحد يطلع على تاريخ العراق العظيم؟ نعم. شنو أجمل شيء بتاريخ العراق؟ أجمل شيء بتاريخ العراق الإنسان العراقي. مو 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 يعني الآثار أو المدن القديمة. هو حقيقة التراث هو هوية البلد. اللي ما عنده تراث ما عنده تاريخ. إحنا حقيقة أكو دول حاليا أعمارها جدا قصيرة ده تصنع تاريخ. صح. احنا اعمارنا جدا طويله، يعني 6000 7000 ما قبل طبعا. ميلاد السيد المسيح. وانا اقول على طول، وعندي عباره معينه اذكرتها اذكرها طلابي واذكرها اعطنيها، راح اقول لك: لو كان هناك امكانيه لصناعه قبه زجاجيه على مساحه العراق اللي هي نصف مليون كيلو متر مربع، لاصبح العراق كله متحف. صح. يعني عليك، يعني تصور انت هسه قبه زجاجيه تضعها على كل العراق، كله متحف. صح. كل تاريخ. في يوم من الأيام جاء أحد زوار العراق من مناطق أواسط آسيا، لقيت شايل بيده شيشتي يعني بها أتربة تراب. قلت له هذا شنو؟ قال هذا تراب من العراق، لأن تربة العراق مقدسة. صح. فإحنا نضعها على منطقة عالية رف ونتبارك بها. حلو. نعم. زين. يعني شفت قبل أيام نقل المومياء المصري في، نعم، في القاهرة، شلون شفت هذه عملية النقل و شو كان شعورك في هذه اللحظة؟ والله بصراحة كمواطن عربي وكمواطن عراقي أنا سمعت منها بس ما شفتها حقيقة، بس راح أقول لك وجهة نظري يعني حقيقة. إنه إن هذه مسألة دعائية أكثر مما هي مسألة نقل آثار. طبعاً طبعاً. هتجيب سياح. لاحظ الميديا إيش قد لها تأثير. طبعاً. أنا في يوم من الأيام أحد أقاربي راح في بلد ما راح نجيب مسميات. قال لهم أنتوا هو رايحين دورة دا يدربون. زين. فقالوا ما راح نودكم إلى منطقة أثرية. زين. قيمة التيكت مالتها 3 دولارات. زين. يقول صعدنا على ربوة عالية ودخلنا إلى غرفة بها كرسي وميز وبها جندي واقف، يعني جندي بالوقت الحاضر بس لابس ملابس زي قديم 19 أو 18 قديم. زين. ايه. وبيده بندقية قديمة وشباك يطل على المحيط الأطلسي. هاي شنو؟ قال لهم هاي خلصتوا نزلوا. قال هاي شنو؟ قال لهم هذه هنا انطلقت آخر طلقة بعد ما خرجوا البريطانيين من القارة الأمريكية فقط. إيه. وفلوس يعني إذا 100 شخص 300 دولار. نحن آثارنا أستاذي العزيز إيه. طافحة على الأرض. صح. هسا روح أنت جنوب العراق، ناصرية، ديوانية، الفرات الأوسط،
ما يحتاج الى تنقيب. تلقى الاثر موجود قدامك. صح حقيقه يعني احنا نسوي لنا حلقه انا وياك لاني هذا الموضوع كلش احبه ونفلس الحوارات حضاره واختصاص يعني طبعا هذا اختصاصي الخاص يعني حقيقه يعني حلو. اللي هو التاريخ الاسلامي والتاريخ القديم. سوينا حلقه مرتبه نطلع الصور ونتكلم على حضاره ان شاء الله لانه احنا عندنا يعني عندنا جواهر تاريخيه نفوت من يمها ونشوفها ما نعرف بيها. دكتوري العزيز الاثار والحضارات هي ثروه. صح هنالك ناس ما عندهم معادن. ايه هسه حاليا احنا ليش معجبين باليابان؟ ترى اليابان كارض هي ارض صخريه. صح ولكن بانسان صح يحول الاشياء اللي تحيط به الى ذهب. احنا حاليا كل علمائنا كل اساتذتنا كل الراقي يعني اكثر الف شخصيه بالعالم هي عراقيه. صح حقيقه عراقيه. احنا ناتي بالنجم و نركنه نخبئه في مكان ما لحد ما يصير هم حاليا ياتون برجل الشارع ويصنعون منه نجم. صح زين احنا شوي رحنا بعيد على الحلقه. نعم. احكي لي على مدينه اور شو راد لها يعني هسه اكو عزم حكومي. نعم. وتوافق سياسي حول انه هذه المدينه لازم تستثمر وتصير هي يعني مزار و... نعم. وبها اولا اقتصاديه. نعم. اولا هي في منطقه يعني فضاء. ما بها اي خدمات. حقيقه تحتاج الى خدمات تخدم السائح اللي يجي لهي المنطقه. ما يلقى ارض ترابيه او ارض ما بها خدمات. صح. او ما بها فنادق او ما بها او ما بها مطاعم او ما بها خدمه معينه. يحتاج الى كادر. احنا اللي يتخرجون من عندنا من كليه الاثار عشرات الطلاب. صح. هذول استخدمهم كمترجمين كقايد انه يكون هو دليل سياحي لهؤلاء الناس. صح. عنده قدرة على عملية شرح ما موجود. احنا قبل فترة نشر هذا الرجل الحارس اللي كان ينطق بالانجليزية وكان يشرح عن أمور وكان يشرح عن الزقورة وكان يشرح, يشرح يشرح يشرح. احنا دكتور فوزي رشيد الله يرحمه حتى حشاننا عن العالم السفلي في تلك المنطقة. هناك يعتقدون بوجود عالم سفلي وعالم علوي. يعني عملية انه توجه اشهر قائد ديني روحي بالعالم الى هاي المنطقه. ليس اعتباطا طبعا هيك حقيقه. يعني ليس اعتباطا ولا تاتي من فراغ. يعني اجى مستعد قال اني احج الى العراق رغم كوفيد 19 ورغم هو وضع الصحي يعني رغم كل العوائق. صح. فاذا ما هي قيمه ما موجود في العراق؟ بغض النظر اترك النفط اترك المعادن اترك كل شيء. احنا تكفي لو كانت هنالك توجه صحيح للسياحه لكان الثروة لا تعادلها ثروة. كان صارت الموازنة مالتنا 96% سياحة. ولا أصبحت كل المنطقة المحيطة بالمكان من أغلى مناطق العالم هي وناسها. لأن كلهم يشتغلوا راح يشتغلون. صح. حقيقة. صح. وبعدين أكو أعمال مكملة للسياح للسائح. من يحمس هذا الموضوع؟ يعني وزارة الثقافة يعني من الوزارة المعنية بهذا الشأن؟ طبيعي هي أكو مؤسسات معنية بهذا الوضع. هي شنو عملها يعني؟ يعني هسه وزارة التربية شنو عملها؟ غير اهتمام بالتعليم. صح مثلا. صح. وزارة النفط شنو عملها؟ الاهتمام بالنفط. ايه. وزارة الآثار والسياحة. وزارة الآثار والسياحة لعلمك هي أغنى وزارة. أغنى من كل الوزارات. لما يحوي العراق من مجموع آثار من بس الشمال. ما مستغلة. صح يعني ما مستغلة أبدا. ما مستغلة. لا وأيضا العفو يعني ديأذوها. يعني هذا النبش العشوائي السرقات تصير مثلا من هالقبيلة. أنت صدق أستاذي العزيز جروب طلاب طلعوا في مركز بغداد القديمة. فاتوا من المدرسة المستنصرية الأثرية العباسية يقولون هاي شنو؟ صح مشكلة. هذا السؤال عيب. ايه. على طالب جامعي. أو يفوت من يم السراي يقول هذا شنو؟ هذا شنو السراي؟ يعني معنك شنو السراي مثلا؟ صح. أو يفوت بشارع رشيد يفوت كذا عنده جهل بثقافة ورموز بلده. صح. هذه رادلة توجيه منين تبدي من الابتدائي. هي مو من الابتدائية. احنا نرجع على المدرسة الأولى لها البيت. ثقافة البيت. صح. تعطي ثقافة للعائلة. وبالنتيجة ثقافة لمن؟ لباقي مؤسسات الدولة. لا ده احنا نسوينا سلسلة حلقات نتكلم على هذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله دكتور جمال جدا سعيد بحضورك ونورتني اليوم. شكرا جزيلا. نكون ان شاء الله كنا عند حسن الظن بهذا اللقاء القصير والجميل. شكرا جزيلا دكتور. العفو. الله يخليك. اعزائي المشاهدين اليوم فعلا عندنا يعني كنوز كثير بالعراق ممكن تصير بها موارد اقتصاديه يعني كبيره جدا. خصوصا احنا نتكلم احنا دوله صايره وضعنا الاقتصادي مثل الصيرفه. نبيع نفط ناخذ فلوس نشتري اغراض وبالتالي هذا الوضع العام. ولكنه اليوم اذا استغلينا موضوع يعني اور والجواهر التاريخي بالعراق اكيد راح تتغير المعادله وحنشوف اكو يعني انفراج اقتصادي عالي المستوى. اعزائي المشاهدين وصلت وياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم. انتظروني بالحلقات القادمه. في امان الله.